السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عشاق الخيول أينما كنتم. هذا العود هذا للبيع الإخوان، كيتواجد ولاد زيدان في القي بن صالح. المهم اللي بغاه مرحبا، غتعرفوا معانا واش عنده الوراق ولا ما عندوش، وغتعرفوا الثمن شحال تعطات وشحال طالب. المهم الإخوان، بالنسبة للوريقات ما كاينينش، قول الثمن الإخوان، الثمن تعطات فيه 1.20 مليون، طالب فيه 1.5 مليون، والسن ديالو رباعي. كاين اللي بغى يتواصل بأيوب الجوكر، والعود الأصل ديالو ولاد زيدان الفقيه بن صالح. المهم هادو هما المعلومات اللي توصلت بها، حاولت أنني نوافيكم بها، وتحياتي لكم جميعا وشكرا لكم على التشجيعات. المهم العود هو قدامكم الإخوان، هادشي اللي كانت توصل به كنشاركو معاكم، أي حاجة كنكون بعيد منها الإخوان. المهم لا بالنسبة للثمن بيناتكم ولا أي حاجة. يلا دوزوا بخير إلى فيديو قادم.